والسيطرة عليها. الحكم يحتسب ركلة حرة في بداية المباراة. سيرجيو أغويرو وسام بن يدر، تدخل في هذه اللحظات، استخلاص لهذه الكرة بشكل مثالي. رايت، قوة بدنية رائعة في الاحتفاظ بالكرة. بيدال، ماذا سيفعل الآن؟ يفكر في الخيارات اللي أمامه، يحجز على كرته بشكل قوي جدا. بناء للمحاولة بشكل ممتاز. يعود بالكرة مرة أخرى. كرة إلى خارج الملعب، رمية جانبية. فلوريان توفين، ديفيد لويز، شوف الضغط العالي الآن على الدفاع. الحكم يوقف اللعب ويحتسب الخطأ. ديفيد لويز، ستيفن لاينر، وسام بن يدر. كرة تذهب للخصم دون معاناة بعد تمريرة سيئة. نيلسون سميدو، كريستيانو رونالدو، أرتورو فيدال. عند الكرة الآن، تدخل يبعد الكرة. رمية تماس الآن. ستيفن لاينر، المنافس يسيطر على الكرة. كريستيانو رونالدو يعود إلى وسط ملعبه ليحصل على الكرة. بتروح الكرة للخصم. ليونيل ميسي، عند الكرة في مكان خطير. أول أهداف في المباراة، يكسر التعادل السلبي. تعادل استمر في هذا اللقاء، لكن الأمور الآن بمنعطف آخر. مواجهة تشتعل في هذه اللحظات. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا. النتيجة 1-0 الآن. يخرج بالكرة تحت ضغط المنافس. ديفيد ألابا، مارسيلو، تمريرة على الطرف لنيمار. أرتورو فيدال، نيلسون سميدو. عدة تمريرات بعرض الملعب بانتظار ثغرة، بانتظار كرة بينية. كريستيانو رونالدو، هدف الأمان، هدف الراحة، هدف الثقة، فارق الهدفين في المباراة. بالتأكيد المباراة لم تنتهي، حذر مطلوب، عدم التراخي أيضا، لأن الوقت ما زال كافي للعودة. هدف آخر مستحيل، ماذا يحدث في هذا اللقاء؟ إذا عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. كريستيانو رونالدو، كرة بينية مقطوعة في الوقت المناسب قبل أن تشكل خطورة. ستيفن لاينر، سيرجيو أغويرو، عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم. أرتورو فيدال، اعتراض ناجح لكرة رونالدو. ليرو ساني يسير باتجاه المرمى الآن. وسام بن يدر، وسام بن يدر، مدافع يقطع الطريق بكل فدائية. كرة لا تشكل أي خطورة لحارس بقيمة مانويل نوير. أرتورو فيدال، نيمار يستعيد الكرة بهذا التدخل. لوروا الثاني، كريستيانو رونالدو،
مارسيلو. ألابا. الحكم بيضيف دقيقتين للمباراة. نيلسون سميدو. سيرجيو أغويرو. الكرة ما زالت عند أغويرو. وساب بن يقدر. فرصة الآن. ساني يسترد الكرة في منطقته. الشوط الأول ينتهي بهدفين. الآن أحداث الشوط الثاني من هذه المباراة الرائعة جدا واللي تأتي في إطار منافسات بطولة دوري 48 ساعة لأبطال فود. نيلسون سميدو. كريستيانو رونالدو. رونالدو يفقد الكرة. كرة عند كارلوس. سيرجيو أغويرو. أغويرو بيلعب كرة بينية. نوير يتصدى واللعب مستمر الآن. يقطع الطريق لكن لا يسيطر على الكرة. خطأ موجود وقرار سليم. أرتورو فيدال. كريستيانو رونالدو. لويس سواريز. كريستيانو رونالدو. ليو ميسي. شفت تبادل الكرات بكل هدوء، البحث عن المساحة، البحث عن ثغرة في خط الدفاع. وسام بن يدر. كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. تمريرة حلوة، الكرة بالكعب، يا السلام على اللقطة. ملعوبة حلوة. وسام بن يدر رائع في قراءة الفريق الخصم. لويس سواريز يقابل الكرة وبيخلصها من منطقته. يتقدم فيها، يقترب من مناطق الخصم الآن. بينية في مكان سليم. الكرة في المرمى. فعلوها، سجلوها في الشباك الكرة. الله على هذه النهاية. تمريرة ميسي تقطع في الطريق. ديفيد لويز. سيرجيو أغويرو. تمريرات في منتهى الروعة. سيرجيو أغويرو. أغويرو بيلعب كرة بينية. يا لعيب يا لعيب. يا الله على هذا الهدف. يعودون في النتيجة بعد تأخرهم بهدفين وبعد أن ظن الجميع أنه لا مفر من الهزيمة. نشاهد الإعادة بالطريقة التي جاء من خلالها هذا الهدف. اللقطة من جديد، العرضية المثالية من الطرف الأيمن. كرة كانت في منتهى الجمال. الله على المتابعة في الشباك. الله على العرضية. يا سلام على وضع الكرة في الشباك. أرسلها بقدمه. شوف المتابعة، شوف الكرة، صعبة جدا على الحارس. توقع جيد في قطع الكرة. فلوريان توفين. بإمكان إرسال كرة عرضية خطيرة الآن. كون أغويرو. وسام بن يقدر. ضغط مستمر، تبادل الكرات، محاولة لإيجاد فرصة، إيجاد ثغرة في الدفاع. نيمار. الكرة بتروح من نيمار.
ثلث ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة. وسام بنيادة قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. ممكن الفريق يستغل الوضعية ويبدأ هجمة مرتدة. تمريرة بعد الأخرى وفي كل مرة إتقان شديد جدا. الكرة مع الرائع روبرتو كارلوس، معروف بتمريراته، اليوم يتقن هذا الأمر بشكل ممتاز. سيرجيو أغويرو، وسام، كرة بتعدي بوجه في المرمى. عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم. وسام فرصة للتقدم في المباراة. الله على الكرة، سجلها أرسلها. كرة تسعد العشاق، كرة تسعد الأنصار. هدف يعني الكثير في توقيته، في معناه، في نهايته، في إثارته. آه على هذه الكرة بدون تقنية خط المرمى كان سيثار الكثير من الجدل وستثير الكثير من الأقلام حول هذه اللقطة، لكن استخدام التكنولوجيا في كرة القدم سهل من الأمور بكل تأكيد. الآن أصبحنا قادرين على تأكيد صحة الهدف. الكرة تجاوزت الخط بكامل محيطها. كانت صعبة جدا على الحكم لولا وجود التقنية. ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو في منطقة جزاء يستعيد الكرة. روبرتو كارلوس، 8 دقائق تفصلنا عن نهاية اللقاء. ستيفن لاينر، فلوريان توفين، أغويرو يعود إلى الخلف بحثا. أغويرو بيلعب كرة بينية. توفان، فرصة في هذه اللحظات لحسم المباراة. أوهو، مرت الكرة. شوف حاول فيها، كان ضغوطات كبيرة عليه في اللقطة، رفع للدفاع في التغطية في اللقطة الماضية. جيروم بواتينغ، حكم يعطي تحت الفرصة للاستفادة من هذه الكرة. وتروح الكرة للخصم. وسام بن يدر، شوف كيف قراها، كانت فرصة خطيرة في اللعبة الماضية. وتنظيم الهجوم الآن بطريقة ممتازة، ممكن تكون هذه آخر فرصة لتسجيل التعادل. تدخل لطيف من بلان في اللقطة. فلوريان توفين، مارسيلو، الصافرة تنهي المباراة. Yo, my bro just came from Dubai, now he wants four. Man, I call him, that's madness. Money with the world, do backflips. Make sure you keep it all together, elastic. Stretch it, make sure the money do backflips. This one must have came from, if I say then it's gonna be a locked thing. What you mean, man, I sound like this guy? Which guy? I don't even know what he, let me sip my tea. Can't take me for a mug. Man, I've done it sometime, about time, let it clock. Mad ass, never ended up in McDonald's. And I haven't had a trophy in long time. Must have thought that I played for the Gunners. Just came back from a Madness. See my guys, yeah, we don't do hatches. My guy put four and he come like I shower fresh trim when I step. I don't do no facts, lag. How you say you run this game? I'm ahead of this game. True say that I lacked it. And I took a trip down to Monaco, went out to Paris. I feel like I'm, thought I was gonna say it in Mbappe. These times I was up in late, flew down to M1, that's more like Kante. They do threads on Twitter and ranting.